المصدر البرازيل والطريق جيبوتي، أما الوجهة فهي اليمن. تلك هي قصة صفقة الأسلحة التي باعتها شركة توريس البرازيلية لتاجر السلاح اليمني فارس مناع. الصفقة التي تقدر ب8000 مسدس تعود إلى قبل 3 سنوات، وتحديداً إبان تعيين مناع مسؤولاً للسلطة المحلية في محافظة صعدة، بل والذي يعد أحد أقطاب الجماعة المتمردة في اليمن وأشهر تاجر سلاح في القرن الأفريقي منذ أكثر من 10 سنوات بحسب الأمم المتحدة، كما استخدمته توريس بوضوح مهرب أسلحة دولي سيء السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى لا سيما اليمن. تأتي هذه الأسلحة التي شحنها مناع إلى اليمن في لحظة كان تحالف الانقلاب صالح والحوثي يهيئون الأرضية للانقلاب على النظام الشرعي قبل اندلاع الحرب الذي قادوها من صعدة وصنعاء حتى عدن. مؤخراً كشفت محكمة الادعاء البرازيلية أنها استدعت 2 من المدراء التنفيذيين لشركة توريس للاستجواب بعد أن قالت الشرطة البرازيلية إنها أوقفت صفقة جديدة لمناع العام الماضي بعد أن زار الشركة. سيل من الرسائل الإلكترونية هي مصدر الوثائق التي اعتمد عليها ممثل الادعاء جنوب البرازيل، ولم يوجه الادعاء اتهامات للشركة، لكنه قال لوكالة الويترز إن الأدلة التي تم جمعها في مداهمة الشرطة لتوريس شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبة الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن، لكنها سعت إلى طرق للالتفاف عليها. وهنا تقصد شركة توريس الذي يوضح موقعها على الإنترنت أن اليمن واحد من عملائها في تجارة السلاح. كسب مناع جزءا من معركة تراكم الثروة في لحظة خسر بلده اليمن الآلاف من الضحايا برصاص أسلحته وشركائه، التي تشير أكثر الدلائل إلى أنه أحد أهم الشركاء الرئيسيين في تجارة الأسلحة مع الرئيس علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي الذراع الإيراني في اليمن.